هاد المركز هذا مركز اكتشاف ديال كوفيد 19 كان بالاساس تجهز من طرف مختبر السلطان اللي حنا كنشرفوا عليه بتعاون مع وزارة الداخلية في شخص سيد عامد صاحب الجلالة على عمليات الفداء من السلطان. قمنا بواحد العمل باش يكونوا الزبناء في واحد الأجواء اللي هي مناسبة وكتحترم المعايير الدولية من ناحية ديال التباعد وكذلك التعقيم. وفرنا واحد العدد ديال الالتزامات كالمراحيض كقاعة الانتظار باش يكون أجواء مناسبة ومريحة. الحمد لله اليوم كاين إقبال ديال هاد الزبناء باش يديروا هذا الكشف، وكل واحد عنده الأسباب ديالو، لأن الوباء اليوم كيعرف واحد الارتفاع في جهة الدار البيضاء سطات، والكل خايف على دارو، على ولادو، على الآباء ديالو، الأمهات ديالهم. وبالتالي كيجيو الناس اللي هما عندهم واحد في العائلة اللي يقدر يكون مصاب بهذا الفيروس وتيدوزو، وكذلك تيجيو الناس اللي غادي يغادروا أرض الوطن واللي تيطلبوا لهم في المطار النتائج ديال كوفيد، وبعض الشركات اللي كيلقاو عندهم واحد الحالة أو حالات اللي هي إيجابية في داخل العمال، وبالتالي تيبغيو باش يحميو العمال الاخرين باش يديروا الاكتشاف ديال هذا الفيروس هذا ويتفاداو الأسوأ بالنسبه للعمل ديال العمال ديالهم. الحمد لله حنا كنقوموا بالعمل ديالنا وخدينا الاعتماد من طرف وزاره الصحه. التقنيات معروفه وتقنيات اللي هي جد ايجابيه واللي كتعطي الجوده في النتائج ديالها، وخصنا كذلك حتى الاسلوب ديال العمل ديالنا اسلوب اللي هو تعطي واحد الاضافه بالنسبه للتحاليل الطبيه بصفه عامه، ولكن بالنسبه للكوفيد 19 عطانا واحد الفرصه باش نزيدو نطوروا واحد التقنيات اللي هي ما كانت متداوله من قبل. اليوم ولات هاد لا بي سي ار، ولات كل شيء تعرف لا بي سي ار، وكتعطي واحد الدقه عاليه بالنسبه للعمل وبالنسبه لاكتشاف هذا الفيروس هذا. الاقبال في تصاعد لان الحالات كتصاعد، وحنا مع وزاره الصحه المؤسسات العموميه كذلك مع الباستور وبعض المختبرات كذلك اللي هما في القطاع الخاص، كاين تزايد ديال المراكز، وباش نحاولوا باش نتغلبوا على هذا الوباء هذا والمحاصره ديالو معرفه الناس اللي هما فيهم الكوفيد. كنعطيو لوزاره الصحه جميع النتائج اللي هي كنلقاوها في واحد الوقت اللي هو 24 ساعه باش تعمل العمل ديالها وتباشر تواصل مع الناس اللي عندهم نتيجه ايجابيه باش تعطيهم الادويه وباش دير تحليلات للناس اللي هما الاقارب ديالهم باش نحاصروا هذا. وهادو درت التحملات كيلزم علينا هذا الشيء هذا، وحنا كنحترموه باش حتى البلاد ديالنا نحاولوا البلاد ديالنا باش ما يتفشاش داك الشيء بواحد الشكل كبير.